السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الرابع الابتدائي، يلا فيديو جديد. More properties of multiplication. More properties، خصائص تاني زيادة of multiplication. قلنا أول ما تسمع كلمة multiplication تعرف إن إحنا هنتكلم عن إيه؟ عن boy multiply. البروبرتي اللي هتكلم عليها دلوقتي associative property. Associative property، لو خدت بالك من المسألتين اللي أنا كتبهم فوق هتلاقي نفس النمبرز 4 by 2 by 3 4 by 2 by 3، تمام كده؟ بس الفكرة إيه؟ الفكرة إن أنت ما خدتش تايم تيبل يطلع لك أول ما أقول لك 4 by 2 by 3 تقدر تقول لي equals كذا. إنما الناس بتعمل إيه؟ بنبدأ نعمل قوس صغير كده حبايبي، تمام؟ علشان نحل المسألة نقول الأول 4 by 2 equals 8، 8 by 3 equals 24، تمام كده؟ طيب واحد منكم عمل القوس الصغير بتاعه على ال 4 by 2، واحد تاني بدأ القوس بتاعه عند 2 by 3، ها؟ فبدأ ال 4 لوحدها لسه بره، هي ما عملهاش، و 2 by 3 equals 6، 4 by 6 equals 24. بصوا كده الناحية دي في 24 والناحية دي في 24، تمام كده؟ يبقى الريزلت الناحية دي بتاعتي طلعت 24 والريزلت الناحية دي طلعت 24 برضو. معنى كده ان اللي بدأ بالقوس بتاعه على ال 4 by 2 زيه زي اللي بدأ يعمل الحملية الحسابية بتاعته بالقوس بتاعه عند 2 by 3، في الحالتين ادتني 24، تمام كده؟ الكلام ده اسمه ايه؟ القوس اللي انا بحطه عشان يسهل عليا عملية الضرب ده اسمه ايه؟ اسمها associative property. associative property، تمام كده؟ يبقى لما تلاقي 3 numbers ومعمولة على 2 numbers منهم قوس، الخاصية دي في عملية الضرب بتاعتك في المالتبليكيشن اسمها associative property. يلا نحل واحدة تاني 3 by 3 by 2، ها؟ اجا واحد عمل الأقواس بتاعته هنا البراكتس بتاعته على 3 by 3، ف 3 by 3 equals ايه؟ 9 by 2 equals ايه؟ equals 18. التاني ما عملش على 3 by 3، أخذ 3 by 2، تمام كده؟ فعلا هسهلي 3 دي دلوقتي واقول باي 3 باي 2 باي 2 ب 6. 3 باي 6 بايه؟ ب 18. ها بصوا كده الناحيه دي 18 والناحيه دي ايه؟ 18. فاللي عمل القوس بتاعه الاول على 3 باي 3 زيه زي اللي عمل القوس بتاعه الاول على ايه؟ 3 باي 2، تمام كده؟ يبقى انت لما تشوف القوس دوت تفهم ان الخاصيه دي بروبرتي دي اسمها اسوشيتيف بروبرتي. اسوشيتيف بروبرتي. طيب example كمان، ها 4 by 5 by 2، خلاص بقى بقينا فاهمين، واحد هيعمل الأقواس بتاعته هنا والتاني هيعملها هنا. 4 by 5 20، 20 by 2 equals 40. التاني نزل الفور وقال هعمل الأول 5 by 2 ب 10 و 4 by 10 ب 40. بصوا كده الناحية دي 40 والناحية دي ايه؟ 40، تمام كده؟ associative property. associative property، تمام كده يا شباب؟ طيب نكمل. هو هنا بيقول complete the missed number. complete the missed number الرقم الناقص، ها 6 by 2 by 3 وعامل الأقواس على 6 by 2، والناحية التانية 6 by وعامل لك القوس مغير مكان القوس بتاعك، تمام؟ مدام في equal هنا يبقى 3 numbers اللي هنا لازم زيهم هنا، هنا في 6 و 2 و 3، هنا في 6 و 3 يبقى ناقص 2، واضحة جدا يعني. 7 by 5 by 2، ها وهنا 7 by ومدي لك التو اهيت يبقى ناقص الفايف. كل القصة هنا ان هو بيخلف بس مكان ايه؟ الاقواس. بيلعب معاك في فكرة الاسوشيتيف بروبرتي، بيشوفك فاهمها ولا لا. كبر النمبرز خالص، هنا مش مطلوب منك ريزلت 222 باي 143 باي 14. روح بص الناحية التانية، ها منزلي ال 143 اهي وال 14 هنا وهنا، يبقى ناقص لي ايه؟ ال 222. ما قاليش find the ايه يا ولاد؟ the result. ما قاليش find the result. طب هنا بيقول name the property. name the property. name يعني قول اسمها. احنا خلاص اخدنا اكتر من property وبيقول لك قول اسمها. ساعات بتنزل complete او choose، تمام كده؟ طيب 3 by 4 equals 4 by 3. هنا لما بنبدل النمبرز مع بعضها، انا سمع ناس بتقولي commutative property. برافو عليكم commutative. ها 65 باي 0 equals 0. فاكرين لما كنا بنقول 0 is a hero 0 probability.
زيرو بروبرتي. 771 باي 7 باي 1 equals 777. ها فاكرين لما كنا بنقول 1 is a mirror, 1 is a mirror. ها انا سامع اهو multiplicative identity. multiplicative identity ال 1 تمام كده. 2 باي 4 باي 5 ها وعمل لي الاقواس بتاعتي اهيت equals 2 باي 4 باي 5. والمره دي غير مكان الاقواس، ده الشغل بتاع النهارده. associative property، associative property. ها اخدنا ايه properties اهم، commutative property، zero property، multiplicative identity اللي هو ال 1 بتنزل ساعات كتير complete. the multiplicative identity is ايه؟ تقول له 1 و associative property. associative. طب هو هنا مديني ستوري بروبلم، تعالوا نقراها عشان نحلها. بيقول ايه؟ بيقول مريم buys 2 buckets of water daily. مريم بنوته جميله اسمها مريم buys بتشتري 2 buckets of water daily. each bucket has 4 bottles. ها هي بتجيب كل يوم 2 buckets بالمنظر ده، وكل واحده جواها في 4 بالمنظر ده بوتلز، تمام كده. يبقى ديلي كل يوم every day هتلاقيها بتشتري ايه يا ولاد؟ هتلاقيها بتشتري 8 بوتلز، مش كده؟ هي بتشتري 2 باكتس وكل باكت فيها 4، يبقى every day she buys 8 بوتلز. طب وبعدين هو عايز ايه؟ How many bottles does she buy weekly؟ weekly كل أسبوع. طب هو الويك فيه how many days؟ yes 7 days. يبقى what she buy اللي بتشتري بقى weekly كل أسبوع equals، ها احنا عرفنا انها كل يوم بتجيب ايه 8، يبقى 8 by 7 equals 56 بوتلز، تمام كده يا شباب. يبقى هي كل يوم بتجيب 2 باي 4 اللي هم 8 بوتلز، 2 باي 4 اللي جواهم اللي هم 8 بوتلز، تمام كده. وبعد كده لما يسألني على الويك انا عارف ان الويك فيه 7 دايز، فاخد ال 8 اللي هي بتجيبهم كل يوم واعمل لهم ملتبلاي باي 7، تمام. 8 باي 7 equals 56 بوتلز. اوكي معايا another problem. هو هنا بيقول امال buys 5 chocolate bars for her children daily. هي بتجيب 5 chocolate bars. طيب how many chocolate bars does she buy in a week؟ ها in a week اي تاني هوت، هو بيأكد عليك هنا هوت المسألتين بيأكدوا عليك ان الويك في ايه؟ في how many days؟ 7 days، صح كده؟ يبقى هنا هو عايز number of chocolate bars، number of chocolate bars، تمام كده. هي بتجيب 5 daily والويك بتاعي فيه 7، يبقى 5 by 7 35، تمام كده 35 chocolate bars، تمام يا شباب. ها يبقى 5 by 7، 7 بتاعت ايه؟ بتاعت ان الويك بتاعي في 7 days. ماشي حبيبي، يلا فيديو سهل وبسيط تاني هوت، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتتابعوا القناة. السلام عليكم.